مساءكم سعيد في كل مكان، ومرحبا بكم في هذا الفيديو المباشر. نتمنى على أنه يكون الصوت جيد إذا كنت في الاستماع والمشاهدة. صوت جيد، الصوت جيد. هل الصوت جيد؟ وعليكم السلام، هل الصوت جيد؟ باش نقدر نبداو. أهلا وسهلا. إذا عاد الصوت جيد باش نبداو. مرحبا الأخ ياسين أكادير. جيد، أوكي. عفوا. اليوم كيف شفتوا على أنه هو السادس، مازال في كل مرة يحاول يخلط العجينة ويحاول يقوم بنوع من إيهام الشعب المغربي على أن هناك تغيير، وعلى أنه يقوم بالتغيير، وعلى أنه يعني وضع المغرب عادي جدا، وأن المؤسسات تسير بشكل عادي جدا، وأنه في كل مرة ممكن على أنه نغير تشكيلة مؤسسة من المؤسسات والوضع عادي جدا. واليوم جاء الدور على مؤسستين، اللي هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ولد ميتا، وإلى حدود اللحظة لا تأثير له على حياة الشعب المغربي، يعني المواطن البسيط لا يرى أي تأثير لهذا المجلس على حاله وأحواله. إنما ناس تحصل على 30,000 درهم شهريا راتب، وهم بالعشرات، يعني مجموعة من الأعضاء الذين يستنزفون ميزانية الدولة المغربية، ولا يقدمون شيئا جديدا للشعب المغربي ولا لأحوال الشعب المغربي اللي هي يومية. هذا فيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. فيما يتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لاحظنا أيضا أنه أيضا هناك اليوم خلطة جديدة يريد هوبا السادس أن يوهم بها أيضا الشعب المغربي بأن هذه المؤسسة تقوم بدورها. وهذه المؤسسة طبعا جاءت من أجل بعض الإخوان يقول بأن الصوت ناقص شوي، لكن مع أن إلا يعني مشكل، فنحاول نرفع صوتي أكثر. فكيف قلنا على أنه هذه المؤسسة اللي هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري جاءت لتنظيم المهنة، جاءت لمراقبة المهنة، جاءت للاستماع إلى الإذاعات الخاصة وإلى الإذاعات العمومية، وجاءت أيضا إلى مراقبة المشهد السمعي البصري، خصوصا التلفزيون، ومحاولة الوقوف على احترام التعددية السياسية، أي أنه الأحزاب اللي هي أكثر حجما وأكثر وجودا سياسيا عندها حيز معين داخل وسائل الإعلام، الأحزاب التي تلي ذلك عندها أيضا حيز زمني معين داخل هذه وسائل الإعلام. فقط حتى يفهم المشاهد على أنه هي جاءت من أجل أنه ما تطغى جهة على جهة، وما يكون يعني نفوذ جهة سياسية معينة إلى وسائل الإعلام أكثر من جهة سياسية أخرى، وأيضا مراقبة الأخلاق ومراقبة احترام وسائل الإعلام للضوابط الإسلامية ولقيم المجتمع. لكن أنتم تشاهدوا بشكل أو بآخر
كيف أنه قنوات القطب الإعلامي العمومي وخاصة قناة دوزيم أكثر من مرة تمرر لقطات إباحية قبل مشاهد قريبة من المشاهد الجنسية. ودور هذه المؤسسة اللي هي لاهاكا اللي هي الهيئة العليا للاتصال السمع البصري يجب أن تقوم بدورها في معاقبة هذه المؤسسة على تمرير هذه المشاهد والحرص دائما على أن لا تتكرر مثل هذه المشاهد في وسائل الإعلام. شاهدت كذلك سهرات موازين اللي ظهرت فيها إحدى المغنيات الأمريكيات بلباس داخلي تقريبا لباس الداخلي و لا 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 من يحرك ساكن لأن هذه المؤسسات فيها ما فيها من الخلط بين دور المخزن في توجيه الرأي العام عبر وسائل الإعلام وفي نفس الوقت تقديمها على أنها شكل من أشكال التقدم وأشكال العصرنة وعلى أنه يعني هذا مجتمع لديه مؤسسات وهذه الدولة أيضا لديها مؤسسات وأن الكل يعني سواسية أمام القانون وأنه هناك فعلا مؤسسات تحكم المغرب لكن هي في الحقيقة هي مؤسسات مخترقة وتخدم المخزن. وفي هذه الحلقة بغيت أركز على شخصيتين أساسيتين اللي الآن واحدة منهم اللي هي لطيفة أخرباش اللي كانت سفيرة المغرب في تونس اللي جات الآن من سفارة المغرب في تونس إلى قيادة لاهاكا وأيضا نتكلم عن فاطمة البارودي أو الحاجة البارودي التي يعني عمرت في مديرية الأخبار بالقناة الأولى منذ 2011 إلى حدود اللحظة والآن يعني عينت عضوة في لاهاكا. بالنسبة للطيفة أخرباش كل من يعرفونها يعرفونها في مجال الإعلام بدأت في المعهد العالي للاتصال والإعلام في مدينة العرفان سابقا في مدينة الرباط كانت مديرة وهناك كان لها مستشار اسمه عسلون وكانت يعني هناك كان هناك تقارب بين هذين الطرفين لدرجة أنه حينما عينت هي مديرة للإذاعة المغربية جاءت من المعهد الإعلام إلى مديرية الإذاعة إلى المديرية العامة للإذاعة بظاهر ملكي وجاءت خلفا للقائد الممتاز في وزارة الداخلية آنذاك اللي كان أيضا مدير الإذاعة اللي هو عبد الرحمن عاشور واللي انتقل إلى وزارة الداخلية وعين عاملا مكلفا بالاتصال في وزارة الداخلية. هذه أخرباش نقلت معها أيضا هذا عسلون معها إلى الإذاعة والتلفزة وأصبحوا يعني يستعرضون عضلاتهم داخل هذه المؤسسة ويحاولون قمع الأصوات الحرة داخل الإذاعة والتلفزة على قلتها وأصبحوا يمارسون ساديتهم في التسيير لأن تسيير معهد عالي اللي هو مكلف به إنتاج صحفيين وصحفيات في المغرب إلى إدارة إذاعة اللي هي فيها شق مخزني كبير وفيها شق اللي هو شق الكذب على على المستمع المغربي وتقديم الرواية المخزنية عند أولاد المشاهد. فهون قاموا باستعراض عضلاتهم داخل هذه المؤسسة والكثير من الناس داخل الإذاعة والتلفزة يعرفون ذلك وكانوا يعني يحتجون ولكن يحتجون في صمت. وحدث على أنها حوربت من طرف فيصل العريشي لأنها يعني قوة شخصيتها لم تكن يعني تروق لفيصل العريشي الذي نقول احنا يتعنى بالقصر ويتعنى بعلاقاته بالقصر وعلى أنه هو يعني أقوى نفوذا منها عشرات المرات داخل المؤسسة. وحينما أزعجت فيصل العريشي وتم حتى الحديث داخل أروقة الإذاعة والتلفزة على أنها ستصبح
المدير العام أو الرئيس المدير العام للإذاعة والتلفزة خلفا لفيصل العريشي الذي يعاني من مرض سرطان الدم حسب ما يقال، ولأن وضعه الصحي لا يسمح له آنذاك كما يقال، وهو يعني لا زال إلى حدود الآن في المؤسسة منذ 1999 منذ مجيء سيدي إلى الحكم وهو لا زال في المنصب. فلما كثر الكلام عنها و يعني حس فيصل العريشي على أنها تهدد مصيره داخل هذه المؤسسة، الجهات التي تشرف على التعيينات في المغرب، لأن هناك جهات تشرف على التعيينات في المغرب، راهي ماشي فقط الكفاءة، الكفاءة يقول لك سير كلها أو سير وكلها، كفاءة لا تنفع في المغرب، ولا وإذا كانت عندك فقط الكفاءة في المغرب فإن مستقبلك قصير جدا معهم. ولذلك هناك مؤسسات تشتغل في الظل، وهذه المؤسسات هي التي تقرر وتعين، هي التي تقدم هذا وهي اللي تجيب هذا وهي اللي تنقل هذا هون وهذا وإلا شفت واحد نقول احنا بين قوسين فرعا فإنه يعني تربيه في هذا الاتجاه. فهي مؤسسات يعني تشتغل من وراء الستار، وهي التي تعين الناس داخل المؤسسات أو تعين من ولاؤهم كبير جدا للمخزن. فلما كثر الكلام حول آخر باش داخل الإذاعة والتلفزة رتبوا لها الانتقال إلى وزارة الخارجية، فأصبحت وزيرة منتدبة في الخارجية. تصوروا أنه في المغرب ممكن على أنه إنسان يعود يفهم في الحوت، بعد يمشي للفلاحة يعود يفهم في الفلاحة، ومن بعدها يمكن يمشي يفهم في الهندسة، ومن بعدها مولي يمشي للتعليم يفهم في التعليم، ومن بعدها يمشي للطاقة ويفهم في الطاقة، يعني يفهم في كل شيء، وممكن أن يعين في أي منصب حتى وإن كان يعني بعيدا عن اختصاصاته وعن أدواره، لأن الدبلوماسية ليست منصب فقط إداري، الدبلوماسية رأي فن وحرفة وشخصية، وهل فعلا هذه السيدة مؤهلة لأن تكون وزيرة منتدبة في الخارجية، وهي التي تفهم في الإعلام على أقصى تقدير. فتم الذهاب بها إلى وزارة الخارجية، وهناك أيضا أزعجت بعض التيارات التي تحكم وزارة الخارجية، لأن وزارة الخارجية أيضا كانت إلى وقت قريب مخترقة من طرف حزب الحمامة، وهي أحد يعني أحد أذرع أخناتوش الذي يحكم المغرب أيضا إلى جانب سيده. فلما أزعجت أيضا رتبوا لها أيضا الفرار إلى سفارة المغرب في تونس، وبعدها إلى تونس، وأعتقد على أنه منصب سفير، الإنسان لما يكون وزير منتدب وينتقل إلى سفير فهو نوع من الديكراداسيون أو نوع من النزول إلى مستوى ليس المستوى الذي كان فيه. الإنسان يتقدم، المسؤول يجب أن يتقدم إلى الأمام، يجب أن يبدع في عمله من أجل أن ينال منصب أفضل، لكن بالنسبة لها هي تم تهريبها إلى سفارة المغرب في تونس. والآن جاءوا بها إلى الهيئة العليا للاتصال السمع البصري، لأن أمينة المريني على ما أعتقد هناك مصابة بمرض عضال منذ فترة وهي تتعالج منه، وعاشت الهيئة العليا للاتصال السمع البصري موتا سريريا، لأن رأس المؤسسة مريض، والأطراف اللي هو جمال الدين أيضا الناجي الذي عليه مجموعة من الملاحظات أيضا هو تيار آخر داخل الهيئة، ولن تسير الهيئة وفق ما هو يعني مسطر لها وما يجب أن تقوم به من مهام، وأصبحت أيضا هي مؤسسة تابعة أو تخدم أجندة المخزن وتخدم الأطراف السياسية التي تدير المغرب،
ولا تديره بكفاءة، وإنما تديره بغباء واضح مكشوف. هذا فيما يتعلق بخرباش التي جاءت الآن أيضا بعسلون، هذا الذي بدأ معها مستشارا في المعهد العالي للاتصال والإعلام في مدينة العرفان، واللي مشى معها إلى الإذاعة، واللي مشى معها إلى الخارجية، والآن جاء معها مديرا عاما أو كاتبا عاما للهيئة. وكأن يعني هذا المغرب ما فيه واحد من فيجي، ما فيه واحد قاري من بوعرفة، ما فيه واحد من توريرت ناجح، ما فيه واحد من مراكش عنده دبلوم مميز، ما فيه واحد من أكادير عنده كفاءة علمية وثقافية، لا لا لا، كاين غير هذو الأشخاص. كيف ضامة؟ جيبوا من هون، حطوا هون، دي هون، يدي معاه أصحابه ينحطوا في هذا المكان، إلى يمضوا فترة يديهم واحد مجال ثاني آخر لا علاقة له بمجالهم، وكأن هذا المغرب يعني صافي في هذه الأكليك فقط التي تتحكم في المناصب والتي تتوزع المناصب، وأن هذو الناس هم اللي قراوا وهم اللي نجحوا وهم اللي عندهم دبلومات وهم اللي مفصل عليهم المناصب. أما البقية، أما بقية الشعب اللي قراوا والكفاءات والناس اللي تكلم اللغات واللي عندها يعني تميز في مسارها الأكاديمي والمعرفي، لا مكان لها إذا ما كان عندها داعم وناصر داخل القصر أو واحد من الأطراف السياسية التي تضحك الآن على الشعب المغربي ولا زالت تضحك عليه من خلال تمثيلية الأحزاب السياسية. ولا نشوفوا يعني هاي الأيام بيننا، ولا نشوفوا ماذا ستفعل أخرباش في الهيئة العليا للاتصال السمع البصري، وماذا سيفعل عسلون في الهيئة العليا للاتصال السمع البصري، وحتى الأعضاء الآخرين اللي نتكلموا الآن عن منهم اللي هي فاطمة البارودي، الحاجة البارودي التي يعني يمشي الفشل من أمامها ومن خلفها وعلى يمينها وعلى يسارها، والآن تعين عضوة في الهيئة السمعية في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكأن الحاج البارود يعني نابغة من النوابغ، وكأنها يعني حاصلة على ما نعرف من دبلومات، وهي دكتوراها ما عارفة هي شكون اللي كتبها لها وكيف نجحت وكيف حصلت على الدكتوراه في الرباط من طرف الأساتذة الذين تستضيفهم في نشراتها الإخبارية. ناس زوزوا 5 سنوات وما قدوا يكتبوا الدكتوراه، وانت مديرة أخبار وتشتغلين أو مفروض عليك تحضرين نهار كامل داخل المديرية بسبتها وأحدها، واستطعتي على أنك تناقش الدكتوراه في عامين، وتقدم إلى هوبل السادس على أنها يعني من المؤلفات، من أجبر تصوري مع هوبل السادس وتظهرين بأنك يعني ناجح وأنك استطعت أن تكتشفي في هذا الخائن الجاسوس المرتزق العميل للجزائر والبوليزاريو. أيها الأغبياء، فهذه الحاجة التي بدأت صحفية عادية جاية من الحي المحمدي وبدأت حياتها تتسلق وتركب الطاكسيات لكرون تاكسي هي وبعلها من سلا باش تلحق الرباط، والآن يتنعمان في 42,000 درهم للواحد، 84,000 درهم شهريا، براتبين، بسيارتين للمصلحة، بهاتفين وطنيين ودوليين لا محدودين، وعدا الامتيازات وعدا المصالح، وهم بالأمس يعني كانوا يركبوا في الجرون تاكسي من سلال الرباط يتدحسوا مع الناس في التاكسيات، لكن عرفوا كيف يأكلون ومن أين تؤكل الكتف. هذه هي الصحفية اللي هي معروفة بأنها فاشلة وأنها تكره الناجحين وأنها متسلطة إلى درجة أنه الآن داخل الإذاعة والتلفزة سيتنفسون الصعداء، وداخل مديرية الأخبار سيتنفسون الصعداء، ونعرف بأنهم اليوم
فرحين جدا لأن شبح الحاجة البارودي سينزاح عنه، وأنه سيأتيهم يا مسؤول والله مسؤولة أخرى يبدأوا معها علاقة جديدة، لأنها كتمت على أنفاسهم منذ 2011. هذه الصحفية كيف قلت لكم على أنها بدأت صحفية عادية، وعاد تقدم الأخبار رفقة تابعة ليها محمد الداودي اللي هو الآن مدير الأنشطة الملكية، واشتغلت إلى حدود 2004 مع مجيء علي بوزردة مدير الأخبار، اللي آنذاك قام بمجموعة من التغييرات على مستوى مذيعي ومذيعات الأخبار، واللي من ضمنهم جميلة الخدي الله يذكرها بخير، خير الدين العافي الله يذكره بخير، مجموعة من الأسماء التي يعني كانت أمضت سنوات من التذيع، وانتهى مسارها من أجل إتاحة الفرصة إلى شباب آخرين من أجل أن يحملوا المشعل. ويتذكر الجميع داخل مديرية الأخبار على أنه حينما علق علي بوزردة لائحة المذيعين الجدد اللي انحذفت منهم فاطمة البارودي إلى جانب الأسماء اللي ذكرت واللي لم يبدو أي ردة فعل، لأنهم ناس عامرين، ناس ثقال، ناس يحملون تجربة، عندهم التجربة وعندهم الجانب الإنساني التكويني الخلقي، ناس متخلقين، ناس منسجمين مع أنفسهم، ناس لم يصلوا هكذا، لم يصلوا في ليلة وضحى بين ليلة وضحى، لا، الناس لحقوا بالتمرن، لحقوا بالمثابرة، لحقوا بالعمل حتى مع ضغط وزارة الداخلية آنذاك، ولكن ناس في المستوى، وليس بالنسبة لهم نهاية العالم على أنهم يحذفون من نشرات الأخبار وأن لا يقدموا، لأنه الحمد لله تاريخهم يشرف. وكانت هي الحالة الوحيدة التي لما شاهدت طابلو الأخبار في هيئة التحرير معلق في الحائط سقطت مغشية عليها لأنها لم تتحمل الصدمة، وعيطوا لأمبيلونس ورفضتها لأمبيلونس ومشات بها لكلينيك والله معه منين، ومن بعدها مشات لدارها ورفضت العمل كصحفية داخل هيئة التحرير حتى مغادرة علي بوزردة، لأن قالت لهم أنا يا إما نرجع مذيعة وإما ما نشتغل. ومشات الحاجة البارودي لدارها، مشات لدارها وتتوصل براتبها في دولة زريبة، وتوصل بالتعويضات بحالها بحال الناس، وإلا كان شي ترقية تترقى كذلك حتى هي بدون أي مجهود وبدون أي تقرير إخباري، ونتحداها تعطيني تقرير إخباري أنجزته منذ 2004 إلى نهاية 2010، تعطيني تقرير إخباري واحد أنجزته مقابل هذه الرواتب اللي كالتها حراما، لأن كالت شي ما تستحقه، وكالت راتب لا تستحقه، وكانت راتب لم ما عرقت عليه ولا نشفت عليه. ولكن في دولة زريبة كل شيء مباح، فقط عليك تحب لي دين، إذا حبيت لي دين فإنك الفوق وإن كنت من أفشل الفاشلين. فهذه السيدة منذ 2004 إلى نهاية 2010 لم تنجز تقريرا إخباريا واحدا ولم تلتحق بعملها، بل العكس، أضف إلى راتبها الذي تتلقاه من المال العام، من مال الشعب المغربي، من ميزانية الشعب المغربي، من المالية العامة، خدمت مع سفارة الكويت مراسلة لتلفزيون الكويت، أي تتقاضى راتب من سفارة الكويت مقابل عملها كمراسلة لقناة الكويت لتلفزيون الكويت، وتتلقى راتبها من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دون أن تنجز عملا واحدا، ودون أن تكتب في الموارد البشرية في حقها أي تقرير، وبدون أن يوقف لها راتبها، وبدون أن تتوصل باستفسار، هذه الاستفسارات الآن التي ترسل الناس يمينا وشمالا دون أن يكونوا حتى أخطأوا،
دون أن يقوموا حتى يعني قاموا بخطأ مهني. هذه السيدة قاعدة في دارها ولا عيطت لسفارة الكويت تمشي تخدم معاهم تعدل المراسلات وتخلص على المراسلات، وواحد شوي مشات تدير الدروس الجامعية قال لك في ستاب، على أساس أنها يعني ناجحة إعلاميا حتى أصبحت يعني أستاذة للإعلام وتتلقى راتبها من المال العام. علاش؟ لأن راجلها محمد داودي، ولأن راجلها في ليكيب رويال ومع الملك، واللي مع الملك صافي يدير اللي بغى، اللي مع الملك يقتل يقطع رواتب الناس يجري على الناس يتدخل في القضاء، مهم لأنه مع الملك، واللي مع الملك يعدل اللي بغى. وهذه دولة الزريبة. فبقيت هذه السيدة في مكانها، وتمت كذلك في تواصل مع محيط زوجها محمد داودي باش ترجع، ولكن خاصة ترجع بماذا؟ ما ترجع صحفية كيفنا وكيف الآخرين، لا لا، ترجع بمنصب المسؤولية. وهون فقط يعني قولوا لي واش كاين شي منطق يقول أنه إنسان عاش فراغا مهنيا في مؤسسة لمدة 6 سنوات ونصف وهو لا يقوم بواجبه وبعمله ليتقاضى عليه راتب كل شهر، وفي النهاية يرجع لهذه المؤسسة ويعين مدير على هذه في 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 إحدى المديريات المهمة في هذه المؤسسة، ويشرف على إدارة 170 ولا 180 شخص وهو لا يتوفر على أي تجربة في إدارة الموارد البشرية. واش هذا؟ شنو هذا الشيء؟ لا يقع لا حتى في الدول المتخلفة جدا 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 لا يقع فيها هذا، لكنه في الزريبة يقع ولا عينك ابن عدي. وحتى وإن فضحته فإنه يبقونه ويبقون هذا الوضع ويزيدونه سوءا، لأنه بالنسبة لهم بطولة، لأن الفشل عندهم هو البطولة، والنجاح اللي مبني على الكفاءة وعلى القدرة ذاك لا 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 ذاك غير مرحب به. ومن أجل باش ما يجيبوها دفعة واحدة ويجيبوها بالشكل الفاضح، رتبوا لها واحد البرنامج في الدار البيضاء اسمه مع الشباب. واحدة عندها 48 سنة آنذاك ولا 49 سنة ولا كم عندها، المهم تجاوزت 45 عام، وتقدم برنامجا حول الشباب ومع الشباب وتتناول قضايا الشباب. ورتبوا هذا فقط من أجل أن يحيوا علاقتها مع المشاهد، باش تعود حلقتها تمر كل أسبوع في التلفزيون ويقول لك راهي بارودي راهي كاينة وراهي موجودة وحية وتشتغل، وبعدها ياكي يجيبوا لك الحدث اللي رتبوا له في الكواليس. وهذا اللي قلت لكم على أنه في دولة الزريبة هناك جهات هي التي تعين وهي التي تدير المشهد من وراء الستار، ولكنها لا تديره بناء على الكفاءة وعلى المؤهلات، وإنما تديره بناء على الولاءات وبناء على التبحليس وبناء على حبل دين وبناء على بيع الذمم، لأن هؤلاء يستطيعون أن يبيعوا عرضهم من أجل المناصب، عرضهم يعطي عرضه من أجل أن يصل إلى المناصب وأن يصبح مديرا وأن تصبح مديرة، ما عندها مشكلة تعطي عرضها لمن لا يستحقون. وبعد رتبوا لهذا البرنامج دخلوا معها فرح صعب في البرنامج في نهاية حلقات البرنامج، وطلعت فرح ساف على بعض أسرار المديرة التي تحضر لأن تصبح على رأس مديرية الأخبار. وبعد ذلك أصبحت هذه الأسرار مصدر ابتزاز بين هذين الطرفين، لأن مديرة الأخبار فبارودي أصبحت بعد ذلك مديرة الأخبار، وفرح ساف صحفية داخل مديرية الأخبار، وحدث أنه في أحد الأيام وقعت في مناوشات داخل هيئة التحرير أمام الجميع، وهددت فرح سعف مديرتها أمام الملأ من أجل أن تكشف الأسرار، وخافت البارودي وخافت أن أسرارها يخرجون إلى العلن
وفتحت الهدنة مع فرحصة، وهذا معروف داخل مديرية الأخبار. وجيء بالبارودي في مارس 2011 مديرة للأخبار. وبدأت الحرب مع الكفاءات. ما كان غير طير. لا كاين اللي تطيروا، كاين اللي تبغي تعاود التربية، لأن هي بالنسبة لها الناس الذين لا يخدمون أجندتها واللي ما يعود عندها عبيد يجب أن تعاد لهم التربية. ولذلك تعيد أعادت للكثير منهم التربية بمنطقها. وانحضر مستوى الأداء المهني، وأصبحت البارودي كالملكة داخل هيئة التحرير، لدرجة أنه حينما تختلف معها في هيئة التحرير، وأنا ما عمري شفت أنا هذا المستوى هذا. هل سمعتم بمديرة أخبار في مملكة، في تلفزيون مملكة، مديرة الأخبار تقول لك أنا رمسال يعقوبي، أسلوب الزنقة، تأتي بأسلوب الزنقة إلى هيئة التحرير تقول لك أنا مسالي قبي، يقول لك الواحد يدير خدمته، الواحد يدير خدمته. واش هذا مستوى ديال هيئة التحرير؟ هذا تلفزيون وطني، هذا تلفزيون رسمي، هذه أخبار رسمية. هذه يا هوبل السادس الذي تعتقد أن عندك تلفزيون وعندك هيئة عليا وعندك إذاعات وعندك وأنت ما كان غير المكلخ لخو والمكلخ حذخ وتخت الذين يعينون في المناصب. وجاءت الحاجة وأصبحت في حرب مع الكفاءات. هل اللي طيرته؟ هل اللي علمت له تربية؟ هل اللي انتقمت منه؟ هل اللي دفعته باش ينتقل إلى مديرية أخرى كيف راح معياش؟ وبعد ذلك كيف حسن القواتلي وكيف الحافظ الهواري ومجموعة من الأسماء الذين بلعوا ألسنتهم لأنهم يخشون هذه الدكتاتورة التي استطاعت حتى أن تروض العريشي. حتى العريشي يروض لأن معروفة بخدماتها، خدمات السحر والشعوذة، وهي تعرف بأنه هناك شخص يأتي كل جمعة، كل جمعة الناس يصلوا فيها ويتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أفضل أيام الأسبوع. لكن الجمعة هذا ما قيل عنها، وهذا ما عشناه، وهذا ما نعرفه عن الجمعة. الجمعة بالنسبة للبارودي هو انتظار شخص يأتي من قناة السادسة التي لا تبعد عن مديرية الأخبار، ويجيب لها ميكا كحلة كل أسبوع وتبخر البيرو. تبخر البيرو، دير البخور شوي في البيرو، الجاوي وصلابان وذاك الشيء تعرف. هذا هو مستوى مديرة الأخبار التي الآن هي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي للمملكة المغربية الشريفة التي يقودها أمير المؤمنين صاحب دجاج الملك محمد السادس نصره الله، هوبل السادس الذي يعبده الرياح. هذا هو مستوى مديرة الأخبار. تبخر البيرو كل جمعة في الوقت الناس اللي تمشي تصلي وتعبد الله سبحانه وتعالى وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مديرة الأخبار تبخر البيرو من أجل أن تبقى في المنصب، ومن أجل أن يصبح العريشي عبدا عندها، ومن أجل أن يصبح كل الذين يحمونها في المشوار السعيد والأصحاب بعلها محمد الداودي يصبحون كهذا الخاتم في يدها تتحكم فيه. هذا هو مستوى المسؤولين في المغرب الذين الآن قال لك يعينون بظاهر ملكي. واحدة تبخر البيرو، دير الجاوي ودير السحر في البيرو، تعين بظاهر ملكي. ولكن ليس غريبا في دولة تزريبة، ليس غريبا في دولة تزريبة. وأمضت منذ 2011، الآن احنا 2018، رأي العام تقريبا الآن العام التاسع، قريب العام التاسع
وهي في مكانها وفي منصبها 42 ألف درهم تدخل في رأس الشهر. 42 ألف درهم زيد على واحد تقريبا 71 ألف درهم تعويض بريم أنويل، تعويض سنوي 70 ألف درهم، هي 70 ألف درهم راجلها، 42 ألف درهم راجلها في رأس الشهر، اللي هي 84 ألف درهم زيادة على سيارتين للمصلحة، كل واحد منهم يسوق سيارة ديال الدولة ويحرق مازوط ديال الدولة ويخلص لوطوروت ديال الدولة ودير ما بغى في الدولة. لماذا؟ لأنه عنده الجاوي وصلابان. هذا هو مستوى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، هذا هو مستوى من يعينون برأي الملكي ويصورون الآن في التلفزيون وسيمرون في القناة وسيأتي مصطفى العلوي باش يقول لهم يعلق عليهم ويقدمهم في أفضل الصفات والحلل، لأنه اختارهم هوبل السادس وعينهم هوبل السادس، وكل من يختاره هوبل السادس ويعينه هوبل السادس بظاهر ملكي فذلك شخص يفعل ما يشاء. ولكن في كل الحالات هذا التعيين اليوم، أنا بالنسبة لي وقراءتي له على أنه هو إقالة بطريقة غير مباشرة، لأن البارود كثر حولها الكلام وفشلت في إدارة المؤسسة، في إدارة المديرية التي تتبع لها، ووقعت في أخطاء كارثية، ونسب مشاهدة نشراتها الإخبارية لا تتجاوز 6%، لا تتجاوز 6%، ويعطونا نسب المشاهدة. لماذا الآن يخفون نسب المشاهدة؟ لماذا لم يعودوا يتحدثون عن نسب المشاهدة؟ لأنها تصل إلى 6% على الرغم من أنهم خسروا مليار سنتيم، مليار سنتيم اللي خسروا على ديكور الأخبار. منين بغاو يبداو؟ أنا حرقت لهم 40 شاشة ومواضعين 80 شاشة. وهذو كانوا راهم دعاوي الناس، لأن دعاوي الناس يتبعكم بلا ما تشعر يا فيصل العريشي تؤدي الثمن. والكار الذي نقلب في تافوغالت، كار التلفزيون اللي خسرت فيه الإذاعة والتلفزة ملياري سنتيم، لو كانت هذيك الدولة ديمقراطية لا مشيت انت للحبس والله، حشزوا على أموالك باش يخلصوا هذيك ملياري. ولكن لأنك ولد زريبة، ولأنك ولد القصر، ولأنك تربيت في فيلة أمينة ومع أولاد أمينة، فإنك محمي إلى أن يحملون عشك إلى مقبرة الشهداء، وهذا الذي ينتظرون. إذا لا يرجى منكم خيرا، ولا يرجى من عملكم خيرا، ولن تنجحوا في مهامكم، لأنه تفتقدون لشيء أساسي جدا هو الصدق، تفتقدون إلى الصدق. والصدق من يعود في شيء مهما يكون صغير ينزل فيه الله البركة ويعود عنده أثر إيجابي للمولاه وللآخرين. لكن أنتم حياتكم مبنية على الكذب وعلى التملق وعلى السرقة وعلى الاختلاس وعلى إذاء الناس، وحتى حينما تشتغلون فإنكم لا تشتغلون إلا بالكذب وبهذه الصفات التي ذكرت، ما عندكم الصدق في حياتكم، ولا يمكن أن تورثوا الصدق لأبنائكم، وفي المحصلة عملكم دائما هو صفر. والله واخا كنتوا في مديرية الأخبار، والله واخا كنتوا في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والله واخا كون مشيتوا قناة البرلمان اللي كنتوا تراهنوا عليها على أنكم ترأسوا إدارتها، دائما ينتظركم الصفر، لأنه خاصكم الصدق. النهار اللي يعود عندكم الصدق مع أنفسكم ومع الواجبات والمسؤوليات اللي تكلفون بها واللي ستسألون عنها غدا، فإن النجاح سيكون حليفكم. لكن الله يخليكم فيها حالة، لأن هذا ما تربيتم عليه،
هذا الذي تربيتم عليه، عنصريين، تمييزيين، تكرهون النجاح، تحبون التخرويض، تحبون الفساد، تحبون حبل الدين، تحبون الذل، تحبون العبودية، والله إن شاء الله يزيدكم فيها ويزيدكم في كل هذه الصفات، وإحنا رانا نتفرجوا فيكم. لكن لأساس الحمد لله على أننا لم نسرق أحدا، ولم نظلم أحدا، ولم نؤذي أحدا، ولم نختلس مالا، ولم نخن أمانة، ما خلنا والو الحمد لله. ووجهنا نمشوا به في الشارع، لا يمكن لأحد أن يقول لك تعالى يا فلان لأنك أديت لي ولا سرقت لي ولا فعلت. وهذا هو رأس مالنا، ورأس المال المعنوي أكبر من رأس المال المادي، لأن اللي كبر في الجوع يبقى دائما جيعان. أنا عارف بأنه البارودي مهما تكون الآن وخدت تقاضى ملايين السنتيمات، فإن الجوع دائما يطاردها وجاوي وصلبان، حتى هو إن شاء الله لا يعود يبخر به برواد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. تحياتي لكم وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر. وشين نقول لكم، المغرب مع الأسف مع زريبة، وهذه الصفة هي في الحقيقة حق قليلة في حق كل ما يجري بشكل يومي في 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 دولة ليست قائمة سوى على الظلم والفساد. إلى الملتقى إن شاء الله.